السلام عليكم. عليكم السلام تفضل معايا. شيخ، عندي سؤال مين معايا؟ وياك أحمد. في الأصول يا أحمد، اتفضل. ليش الميت يموت يقولون إن شيعة؟ قول يا حبيبي. يصير شيعي الميت، يصير شيعي من يموت، الإنسان سني أو مسيحي أو شيعي يقولون إن شيعة. مش فاهم سؤالك، يعني ليش الميت احمد بتقول ليش الميت ايه؟ نشيعه؟ يعني ايه نشيعه؟ يعني يصير شيعي. يعني نشيعه يعني يصير شيعي؟ اي يشيعون طب يعني هو الصفوات ابتدى يعني البث قاسي يعني. بسؤال، يعني معلش يعني سؤال مجنون اساسا. انت مقتنع باللي انت بتقوله ده اساسا؟ معنى نشيعه يصير شيعي؟ اي طبعا يصير شيعي. يعني لما قال لك الميت يلحد معنى كده انه يصير ملحد؟ الملحد لا، يلحد. ما معنى يلحد الميت يصير يا شيعي. استاذنا؟ ما معنى يلحد الميت؟ يبقى ملحد. يعني شنو هو دي؟ اللحد، ما هو اللحد الذي يدخل فيه الميت؟ اللحد مال الميت يا هاي واحد تخلق. يعني لما اقول لك انسان، هذا انسان لحد او يلحد، معناه ان هو ده بقى ملحد. حتى انت من تريد تموت طب حتى بالله عليك يا واحد استاذنا، بص بنوت انا هزود. انشيح. بص يا استاذنا احمد، فكرني وانا انت فكرتني يا جماعه، يا المونتير زود لي في الشريط. تمام، ممنوع دخول المجانين. شكرا يا احمد، يا هذا اشي شكرا يا احمد، شكرا يا حبيبي. ناقصة مجانين هي؟ الله المستعان. بالله عليكم يعني مش عايزين مجانين النهارده؟ يعني أنا كنت دلوقتي في بث مباشر على التليجرام، يعني الله المستعان. فالنهارده في الحلقة أنا مش عايز شغل جنان. تمام؟ فضلا وليس أمرا.